معي من أبو ظبي أحمد الكعبي المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد أحمد. ماذا نتوقع لهذه الليلة والأيام القليلة القادمة، خاصة أنه يعني الطقس متقلب بشكل كبير في الأيام الأخيرة، صحيح؟ إن شاء الله نرحب بالمستمعات والمستمعين. حالة الطقس المتوقعة لمساء اليوم الخميس غائم جزئي ومغبر بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا، والرياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة. حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية من 18 إلى 35 كيلو متر بالساعة بوجه عام، وتصل إلى 45 كيلو متر بالساعة أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة لمساء اليوم الصغرى تتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية، وقد سجلت أعلى حرارة ظهر اليوم في أم القيوين ب 44.7 درجة سيليزية. أما بالنسبة لحالة البحر في الخليج العربي، متوسط يضطرب أحيانا، وارتفاع الموج من قدمين إلى 4.5 أقدام قرب الساحل، ومن 6 إلى 8 أقدام بالعمق. ما فرص سقوط الأمطار بدبي تحديدا سيد أحمد؟ الأمطار، سبب الأمطار التي يعني تشهدها دبي هي بقايا منخفض كان على شمال السعودية، وهذه السحب كانت يعني توابع لبقايا المنخفض، واحتمال تؤثر بأمطار يعني قد تكون خفيفة لا أكثر. أها طيب، ما السبب سيد أحمد عادة عندما يكون في تغير كبير بالطقس، يعني حتى غير متوقع كأشهر، يعني بهذه الأشهر مش متوقع، إنه متوقع يمكن درجات الحرارة العالية بس بالليل في بعده مقبول الطقس، في تغير؟ بالنسبة للفترة الحالية، هذه فترة انتقال فصلي ما بين فصل الربيع إلى فصل الصيف، فالمتوقع فيها أن تكون درجات الحرارة خلال النهار حارة إلى دافئة أحيانا، ثم تبرد خلال ساعات الليل نظرا يعني فقد الأرض للحرارة المختزنة خلال ساعات النهار، تفقد الحرارة هذه صحيح، خلال بس هو ساعات عند النهار. المقارنة بسنوات أخرى وبسنوات سابقة بيصير في مقارنة إنه بهالفترة ما كان يكون طقس هيك. طبعا الفرق ما بين السنة هذه والسنوات الماضية يعني لا يوجد فرق كبير، بفارق نقول يعني 3 إلى 4 درجات، الفرق بسيط من درجة إلى درجتين، وهذا يعني شيء يعني لا يمكن أن نتوقع أنه يكون شيء يعني مهم. أنا أشكرك جزيلا من أبو ظبي سيد أحمد الكعبي المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد.